بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. وهو مأخوذ من تعليق الجدار والطلاق ونحوه، يعني المعنى اللغوي. هم دائما يحرصوا في الألفاظ الاصطلاحية أنه يجيبوا معناها اللغوي ثم معناها الاصطلاحي، وبصفة عامة لا يلزم أن يكون المعنى الاصطلاحي موافق للمعنى اللغوي موافقة تامة، وإنما يمكن أن يكون موافق موافقة جزئية فقط، لكن أيضا لا يكون مخالفة نهائية، لأنه اللغة هي وعاء العلم وهي الوسيلة لمخاطبة من لا يعلم ومن يعلم فيما بينهم. فإذا لم يكن للكلمة أو المصطلح دلالة من إطلاق اللغة يصبح الأمر صعب التداول للمعلومة، حتى إنه مرة وإحنا بنترجم للإمام الحاكم، فواحد وهو بيترجم له من أهل يعني خراسان والبلاد دي، فقالوا مرد كان بوز، فدي كلمة أصلا فارسية، لكن اللي هو بيترجم له عربي راح وصفه بيها لأنه لغته الأصلية غلبت عليه، فأصبحت الكلمة دي ندور لحد ما سألنا واحد وقال إن معنى مرد كان بوز يعني أي رجل هذا. فدي شاهد إنه إذا لم يوجد يعني دلالة لغوية تكون معروفة بين الطرفين يصعب أن يتداول، فلذلك تبحث كتب المصطلح عموما عن المعنى اللغوي ثم وجود أو التماس علاقة له بالمعنى الاصطلاحي الذي اصطلح عليه المحدثون. فقالوا طيب أنت يا دار قطني قلت الحديث معلق، وأنت يا حميدي قلت الحديث معلق، وتابعك من بعدك، ما مأخذها اللغوي؟ فقال لك فيه ناس قالوا أو أن التعليق ده مأخوذ من إيه؟ من تعليق الجدار زي ما شرحت لحضراتكم، وتعليق الطلاق ونحوه، يعني ما هو مثل هؤلاء مما يطلق عليه كلمة التعليق. وفيه واحد برضو لما ياخد من واحد حاجة ولا يدلوش الفلوس يقول له انت علقتني كده، لا انت اللي قلت هاخد ولا ما هاخدش، فيعني الكلمة واردة. لكن ابن حجر قال لا، انا لازم ابقى امام في الموضوع وأرجح معنى. فبيقول إيه بقى؟ استبعد شيخنا السخاوي، بيقول على ابن حجر إنه قال لا، إنه هو كونه مأخوذ من تعليق الجدار ده بعيد. طب أنت راجل ما لكش في اللغة، إيه اللي يعني دليلك على الاستبعاد؟ أو قال كده بعيد وبس. طب أمال إيه القريب؟ قول يا شيخ. انه من الطلاق اقرب. انا قلت التعليل ده لانه هو راجل قاضي وكل يوم بيجي له نسوان ورجاله في حكايه تعليق الطلاق، فالايه المعنى ايه حاضر في ذهنه. لذلك شيخه نفسه البلقيني له كتاب في المصطلح اسمه محاسن الاصطلاح، في صفحه 162 في الطبعه اللي هي يعني مستقله، قال بل هو من جدار المعلق ظاهر، يعني كونه من المعنى الجدار المعلق ظاهر، أما كونه من الطلاق فلا يظهر، أو عبارته كده، هو من الجدار من تعليق الجدار ظاهر، ولا يصح كونه من تعليق الطلاق. فأصبح يعني إيه اتنين هم متعاصرين، وكل منهم خالف الثاني في أولوية إطلاق الكلمة.
لكن ما دام اللغة أجازت الاثنين جايزين. ما دام وسيلة الترجيح ما تيسرتش أو ما فيش واحد فيهم قدم دليل للترجيح، أصبح أن الترجيح بدون مرجح في هذا الحال. ولا يشترط في تسميته تعليقاً بقاء أحد من رجال السند. يعني هل كونه معلق أن يبقى فيه مثلاً على الأقل الصحابي؟ قال لا، هو الاصطلاح حسب ما استعمله الإمام البخاري حتى لما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التعليق حاصل في هذا، سواء حذف الإسناد كله أو حذف بعضه. ولو حذف من أوله إلى آخره، بل ولو حذف من أوله إلى آخره واقتصر على الرسول صلى الله عليه وسلم في المرفوع أو على الصحابي في الموقوف، كان تعليقا حكاه ابن صلاح عن بعضهم وأقره. أيوه، خلي بالك من كلمة عن بعضهم وأقره دي، إيه اللي عرفك إن هو أقره؟ أنت لما ترجع لمقدمة ابن الصلاح في أي طبعة من طبعاتها، سواء الطبعة اللي هو مكتوبة هنا إن صفحة 162 أو من الطبعة اللي عندنا اللي مطبوعة مع التقييد والإيضاح صفحة 33، هو قال إن بعضهم قال كذا ولم يعترض عليه، فيعتبرونهم إن من حكى قولا لأحد ولم يتعقبه فهو مقر به. وهي دي اللي اتبنى عليها حكاية صححه الحاكم وأقره الذهبي، أهدي القاعدة دي. لكن اللي انتقدوا قالوا لا ما ينفعش وإنما كذا، ما درسوش النقطة دي، لأن هم ملهمش في الحواشي، هم علماء أفاضل من طلاب الأفاضل يعني، قالوا لا حكاية أقره دي ما تمشيش. هو فاهم إن أقره يقول نعم أنا أوافق، لا. وكان يلزمه بخلاف ما لو سقط البعض من أثنائه أو من آخره لاختصاصه بألقاب غيره كالعطل والقطر والإرسال. لا، خلينا نقول بقى تاني لو تسمع. حكاه ابن الصلاح عن بعضهم وأقره. حكاه ابن الصلاح عن بعضهم وأقره. إذا رجعت أنت لابن الصلاح هيقول إن بعضهم قال التعليق كذا كذا ولم يعترض عليه، فاعتبر ده من اللي أرى كلام ابن الصلاح، إن ابن الصلاح مدام ما اعترضش على القول يبقى أقره، وهو ده اللي احنا بنينا عليه وبنوا عليه العلماء اللي غيرنا مسألة انه لما الحاكم يذكر الحديث ويقول على شرطهما او على شرط البخاري او على شرط مسلم وهو يذكر كلام البخاري نفسه يبقى أقره، ويبقى حكاية أقره اهي موجودة بس ما عليهاش عنوان، باب من قال كذا فأقره. فلذلك ما هيش داخله في دماغ المخاطبين. ولما انت تقرا، طبعا انا بأيد على فتح مثلا او كده، في مره تانيه مش يقول وأقره بقى زي السخاوي هنا، يقول لك ومن حكى قولا ولم يتعقبه فقد رضيه. ونفس العراقي في موضع تاني من النكت على كتاب ابن الصلاح ده يقول من حكى قولا ولم يتعقبه فهو قائل به. فبناء على الحتت اللي زي دي احنا بنقول صححه الحاكم وأقره الذهب. الاعتراضات كلها جات عن ان فين أقره، ما هي ده اصطلاح قبل انت ما تتولد الناس استعملته. يقول لك لا، انا عايزك ترجع تاني تخاطبني انا باصطلاح، انا الاصطلاح ملك كتب. كونك انت ما درستوش او ما وقفتش عليه ما يقتضيش انك انت تعترض على شيء انت ما يعني ما فحصتوش علميا ولقيته مستعمل. فهذا هو الاستعمال، اهو موجود اهو فتح المغيث للسخاوي، ادي لهم الصفحه يا سعيد، وادي الصفحه اللي عندنا اهو في مبحث التعليق، ان هو ذكر ان ابن الصلاح
حكى قولا في التعليق وقال السخاوي أقره. والسخاء إذا رجعت للمكان ده في ابن الصلاح سواء صفحة 33 حسب الطبعة اللي معانا أو صفحة 62 حسب الإحالة اللي هنا هتلاقي إنه هو ما قالش أنا أقرر ولا أنا موافق، وإنما ذكر القول وسكت عنه، فاعتبر سكوته إقرارا، وترجمه السخاوي هنا إلى إقرار. وزاد عليه العراقي إنه قال من حكى القول ولم يتعقبه فهو قائل به. فأدي ده المصطلح اللي اتبنى عليه حكاية أقره الذهبي. كون بقى واحد ما قراش الحتة اللي بين السطور دي وطلعها هنا زي ما أنا كاتبها هنا كده إنه من حكى القول فهو كذا كذا، ده هو اللي إيه يقول لك هات خمس ملازم لما نرد على الشيخ. طب انت ماشي رد بس تبقى محيط بالمسألة، يقول لك طب ما الإمامة هتخلص، أنا لما استنى شوية الإمامة هتخلص ألحق من دلوقتي. اتفضل يا ماشي. ولم يذكره المزي في أطرافه، حكاية بقى لم يذكره المزي في أطرافه دي بعدها إيه بيقول بل ولا ما اقتصر فيه على الصحابي مع كونه حكاية إنه المزي لا يذكر في أطرافه المعلق عن الصحابي ليست صحيحة، وأنا ما أعرفش إزاي السخاوي وافق عليها. بل إن الإمام اللي هو شيخ السخاوي ابن حجر في النكت الظراف في جزء 12 صفحة 14 يقول إن عادة المزي عادة، بقى مش إنه مرة ولا اتنين ولا تلاتة ربنا ما يطعلكوش، عادة بيقول عادة المزي ذكر التعليق عن الصحابي في آخر مسنده. فإزاي يقول بل ولا عن الصحابي؟ طبعا التوجيه انه يمكن يكون الامام السخاوي ما راجعش التحفه في ذلك الوقت او ما نظرش الموضع ده او اي شيء ما يحمل عليه هذا الكلام. فانت اللي دايما يفيدنا في التفاصيل الصغيره دي انك تكون مطلع على الكتب، فما تطلع على الكتب تقدر تقول ان اللي قال الكلام ده هنا غير صحيح، لكن طول ما انت ما قريتش هو ياخدك من ودنك زي ما يقول، ما عندكش انت حاجه ترده. وممكن او انك انت برضو لما تعلم غيرك تقول الكلام ده نفسه، لكن هذا الكلام بل ولا الصحابي ليس صحيحا، حيث ان الامام المزي يذكر التعاليق عن الصحابي وفي مسند أنس تحديدا يقول عنوان كده المعلق عن أنس. والحافظ ابن حجر اللي هو تتبع التحفة كلها من أولها لأخيرها يقول العبارة اللي ذكرتها لحضراتكم دي في جزء 12 صفحة 14 بالهامش طبعا لأن النكت مطبوعة في هامش التحفة، إن عادة المزي ذكر التعليق عن الصحابي في آخر مسنده، كما انه يضع مقابله رمز خاء تاء. فالراجل هيعمل ايه اكتر من كده؟ وكان يلزمه بخلاف ما لو سقط، هيلزمه هو عمله، الراجل هو عمله، فانت هتلزمه شيئا هو التزمه وفرغ منه. وكان يلزمه بخلاف ما لو سقط البعض من اثنائه او من اخره لاختصاصه. عايز يقول ان التعليق خلاف السقط، السقط اللي من اول الاسناد يخرج به ما اذا كان السقط في اثناء الاسناد، فالسقط الذي في اثناء الاسناد له اسماء اصطلاحيه اخرى، فان كان راويا واحدا سمي منقطعا سواء كان في موضع ولا موضعين، وإن كان راويين معا سمي معضلا.
وفي جميع الحالات هو يخالف التعليق الذي ذكرنا عنه الآن، أنه حذف جزء من السند أو السند كله من أوله، يعني من أول شيخ البخاري وانت ماشي. تفضل يا شيخ. أو من آخره لاختصاصه بألقاب غيره كالعطل والقطع والإرسال. الإرسال اللي من الآخر اللي هو بيحذف الصحابي. وهل يلتحق بذلك ما يحذف فيه جميع الإسناد مع عدم الإضافة لقائل كقول البخاري في صحيحه: وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيرة. طبعا يدخل بناء على الكلام السابق او التعريف السابق يدخل. وهو عنده في تاريخه الصغير يعني موصولا عند البخاري في تاريخه الصغير جزء 1 صفحة 95 نفس هذه الرواية موصولة. وعند غيره عن مكحول الظاهر نعم. يعني هل يلتحق؟ الجواب نعم، لأنه منطبق عليه التعريف. وحكمه من غير ملتزم الصحة للقطاع، ولذا ذكره ابن الصلاح رابع التعريفات التالية للمنقطع. ومن ملتزم حكم التعليق أن الإسناد يبقى إيه؟ الانقطاع. أيوة، أن السند منقطع، بس طبعا مش منقطع اصطلاحي لكن منقطع شكلي، لأن احنا بنقول المنقطع اللي بهذا الاسم راوي في الأثناء، فهذا يعتبر محكوم بانقطاعه وإن لم يكن داخلا في نوع الانقطاع. مما لم يذكر هنا يا إخوان البلاغ، لما يقول الإمام مالك بلغني، هذا أيضا تعليق، لأنه حذف فيه من الواسطة اللي بينه وبين من بلغه. ومرة كان واحد بيكتب التعليق وجاء قال يا شيخ عم بيكتب بحث طبعا، قال لا التعليق ده يدخل ولا ما يدخلش؟ يدخل. قال لي طب امال ما ذكرتوش كتب المصطلح ليه؟ قلت والله نكلمه يمكن ايه يقبلوا شفاعتنا ويبقى يعني يذكره. لكن هو بناء على قول الإمام المالك بلغني من بداية السند إنه هو يعتبر تعليق وإن لم يكن بالصيغة التي وردت عن الإمام البخاري. وأيضا موجود التعليق في كتب غير الصحيحين، موجود البخاري، موجود عند الإمام الترمذي، وموجود عند الإمام النسائي، وموجود لما حد فيكم يقرأ على مهله يلاقي إنه هو يقول وروى فلان كذا ويبقى إيه الرواية معلقة. الترمذي مثلا لما يحكي الخلاف عن الراوي يذكر ويقول ورواه سفيان كذا ورواه فلان كذا، فهذا يعتبر تعليق. ولذا ذكره ابن الصلاح رابع التفريعات التالية للمنقطع ومن ملتزميها ما تقدم قريبا. تقدم قريبا صفحة إيه؟ ملتزمين الصحة، تقدم في صفحة 63 أنه أيضا يوجد هذا. طب نتوقف بقى كده عند واقفين إحنا. المصنف الذي لشيخه عزى ما أورده بقال وزاد ونحوهما، عشان خاطر يتسع الوقت لأن إحنا في أستاذ بيتولى الجلسة بعدين. هات يا عم الشيخ سعيد. ذكرت بقى معلش أوهام الثقات. ذكرت فضيلتكم أثناء الحديث كتاب المفردات الهمذاني، أرجو أن تعرفنا به وكيف يستفاد منه في فهم الحديث. لا هو كتاب الهمذاني ده ما اسموش المفردات حتى، ده هو أنا عايز أفتكر اسمه. هو يجيب الكلمة ويجيب لك طبعا 10 كلمات، ان الكلمة مثلا المعنى الفلاني يعبر عنه بكذا وكذا وكذا وكذا. فده زمان
على أيام العلم ما كان علم، كانت تحفظه طلبة العلم وهم في مرحلة الطلب يعني. هو اسمه الألفاظ، جواهر الألفاظ، ها؟ جواهر الألفاظ للهمزاني. فطبعا دوا لما تقراه هتلاقي ان ايه كلمه المعنى الواحد له خمس الفاظ وست الفاظ، يقوم يوجد عندك ثروه وهو حجمه صغير يعني. ممكن لو انت قريته ان شاء الله قريت جرنان هيلزق في دماغك شويه، ان حبيته عيد عليه تاني. وفي واحد تاني طابع كتاب اسمه العشرات في اللغه، ويجيب الكلمه المعنى ويجيب له عشر اسامي. ليه؟ عشان خاطر يقول لك ان حصيلتك في اللغه تتسع شويه، وعشان خاطر كل ما تتسع كل ما تنور. ولذلك اللي الفوا في غريب الحديث تلاقيهم الفوا الفاظ لان هي دي اللي كانت غريبه عليهم، الباقي عارفين، بحيث انك انت لو شرعته ما يبقاش غريب، ينازعونك فيه. وكل واحد فيهم الف كان يقول اللي ما قالوش غيره. احنا دلوقتي لا، اما يجي واحد يالف من اول ما يعلم الناس الصلاه لحد ما يدخلهم الجنه. تفضل يا شيخ. وهذا سؤال يقول: قلتم ان المعاصرين لم يتطرقوا للسند في شروح مسلم، ولكن الشيخ الاسيوبي وهو معاصر تطرق وافاد جدا الى الاسانيد في شرحه البحر المحيط السجاد. انا ما عنديش والله الكتاب، معذرتك، فده قصور مني. و انا اللي خلاني ما جبتوش ايه، ان انا شريت له اظن شرح النسائي، شرح النسائي. ها؟ خلاص ان شاء الله انا هشتري الكتاب باذن الله، ان شاء الله انا هشتري الكتاب واستفيد منه. وما هو معلوم ان جهالة الصحابة لا تضر، فنرجو البيان جزيت خيرا. هناك فرق بين جهالة الصحابي وبين سقطه. فمعنى جهالة الصحابي ان يذكر بلفظة لا تدل عليه، كأن يقال رجل من بني هاشم او امرأة من هزيل او حدثني بعض الانصار، فهذه هي الجهالة. أما وإن الصحابي مش موجود أصلا فهذا ساقط. لما يقول الإمام الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو يقول أي صحابي ولا يذكر تابعي ولا يذكر الصحابي، فهذا ساقط، ما يعتبرش موضوع الجهالة. خلاص، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.